بيعمل حاجات غريبة، وحسام حسن كان موفق انه ما خدوش المنتخب ومش كبير على انه يقعد احتياطي. تعليق مثير من رضا عبد العال عن امام عاشور، مش هتصدق اللي قاله. نجم الاهلي السابق رضا عبد العال بيفاجئ الكل بتعليق صادم عن ازمة امام عاشور وتراجع مستواه الفترة اللي فاتت، تغير كمان استبعاده من المنتخب، وقال امام عاشور بيقوم بافعال غريبة منها ما فعله مع الكابتن طارق سليمان ورفضه الانضمام للمنتخب في المعسكر اللي فات بعد علمه انه لن يكون اساسي في المباراة. امام عاشور مش كبير على الجلوس في الاحتياطي، وبيطالب حسام حسن بعدم ضم امام عاشور للمنتخب حتى يعود لمستواه الذي كان عليه في الزمالك. امام لما كان في الزمالك كان بيقدم مباريات قويه وبيتلاحم على الكوره وبيظل طوال المباراه بيتحرك في الملعب وبقوه. امام عاشور منذ انضمامه للاهلي لم يسجل سوى هدف وحيد. امام مش ابو تريكا ولا حازم امام، ونفخه اعلاميا هو السبب في مستواه السيء الذي لا يؤهله للعب ضمن صفوف منتخب مصر، وكان ضروري ايقافه بعد ازمته مع طارق سليمان. الهجوم ده مش الاول من رضا عبد العال عن امام عاشور، لكن قبل كده حصلت ازمه كبيره بينهم وكان فيه هجوم قاسي من رضا عن امام، وقال كلها 3 شهور واللي عامل له تمثال من العجوه والعسل هيسيح وترجع ريما لعادتها القديمه، هو بس عايش في زهوه انه جاي من الزمالك. انا اللي لعبته في الاهلي والزمالك بتاريخه كله اللي جاي واللي راح، انا بقول لك انت وشك نحس على الاهلي من اول يوم ما جيت فيه الاهلي، خسر بطولتين هما الاسهل، والنهارده كانت هتبقى الثالثه لولا ستر ربنا والجماهير اللي حضرت الاستاد. بتقولي دي اول بطوله ليك مع الاهلي ولعبت في كاس العالم للانديه، انت كنت بتلعب فيوتشر وما وصلتش لنهائي مونديال الانديه، طالما ادمك ادم السعد على الاهلي مودرن فيوتشر احرج النادي الاهلي وجعل الجماهير ومارسيل كولر واللاعبين قاعدين وحاطين ايديهم على قلوبهم. امام عاشور كان من افضل حالاته الفنيه مع الزمالك وكان صاحب دور مؤثر وقوي مع القلعه البيضاء على عكس وضعه الحالي مع الاهلي مع كولر. امام ما يقدمش كل اللي عنده مع النادي الاهلي واشعر انه يلعب بالشوكه والسكينه على عكس ما كان بيعمل بالزمالك. على الجانب الثاني كان فيه هجوم مثير من امام عاشور على رضا عبد العال، وقال ان رضا عبد العال هجاص لو هو اكبر مني في السن وبحبه، وفي كلام بيقوله ما يصحش، ما ينفعش يطلع يقوله على لعيب اكبر بالشكل ده وهو هجاص ودي حاجه معروفه عنه. اهدوا شويه انا مش متابع، انا مركز في شغلي ولولا اني بلعب في الاهلي وفي النظام كنت رديت عليهم. في شخص برد عليه وهو هجاص، دي اول بطوله ليا مع الاهلي وخدت ثالث كاس عالم للانديه والحمد لله، اتعودت اني اول ما رحت الاهلي لو راحت بطوله هتيجي 10.